السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم عن فيروس كورونا الذي مدى يعني ملأ حديثه أركان العالم كله. فيروس كورونا ينتمي إلى مجموعة من الفيروسات التاجية. هذه المجموعة من الفيروسات في مجموعات منها تصيب الحيوانات ومجموعات أخرى تصيب الإنسان. في الحقيقة يوجد 7 أنواع من فيروسات كورونا التي تصيب الإنسان. في 4 أنواع منهم عبارة عن ألفا كورونا فيروس وبيتا كورونا فيروس، وكل واحد من دول فيه نوعين، دول بيصيبوا الجهاز التنفسي العلوي للإنسان، وكمان بيعملوا عملية اللي هو الكومن كولد أو الكومن كولد اللي هي النزلة الشعبية أو نزلة البرد اللي احنا بنسميها عندنا يعني. ولكن في الحقيقة ظهر 3 أنواع أخر أشد شراسة، يعني بيصيبوا الجهاز التنفسي السفلي الرئتين يعني، وبالتالي بيبقى الأمر خطير جدا. يعني احنا في سنة 2002 بالضبط أطل علينا ما يسمى بفيروس كورونا سارس اللي هو السيفير أكيوت ريسبيراتري سيندروم، اللي هي المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، ودي ظهرت في الصين وبدأت تنتشر في بعض الدول، وكانت شديدة جدا، انتشرت يعني أصابت حوالي 8000 شخص وأدت إلى قتل 800 شخص، يعني بنسبة مورتاليتي ريت وصلت حوالي 10%. الفيروس ده كان الريزرفوار بتاعه، الخازن بتاعه هو البات أو الخفافيش يعني، معنى صح. تحور الفيروس وانتقل إلى انترميديت هوست أو عائل وسيط، اللي هو كان في الوقت ده نوع من القطط البرية السيفيد. بعد ذلك انتقل وتحور وانتقل إلى الإنسان وأصاب الإنسان في الصين، وأحدث ما أحدثه اللي احنا حكينا عنه. في سنة 2003 يعني 2012 آسف، يعني بعد مرور 10 سنوات كاملة، أطل علينا فيروس جديد آخر في المملكة العربية السعودية، اللي هو الميرس، اللي هو عبارة عن الميدل East Respiratory Syndrome، اللي هي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، سموها هيك أو هكذا سموها يعني. هذا الفيروس كان شديد الضراوة جدا، يعني استطاع أن يصل إلى 2500 شخص يصيبهم، وأحدث وفيات في حوالي 850 شخص، وصل مورتاليتي ريت ساعتها وصل لحوالي 34%، ودي كانت نسبة يعني قوية جدا وكبيرة جدا. بفضل الله تعالى ومن ستره ان هذه الفيروسات ما انتشرتش كما انتشر الان فيروس كورونا كوفيد 19 الان، لانها لو كانت انتشر كانت تؤدي الى عواقب وخيمه جدا. مرت السنين واطل علينا الكوفيد 19 في نهايات عام 2019، وايضا كان منشأه في الصين، وكان ايضا ينتقل من نوع من الباتس او الخفافيش. نفس الشيء كان برضو في السعودية، الميرس كان بينتقل من الخفافيش، ولكن الميرس كان في عائل وسيط الجمال كما انتقل منها إلى الإنسان. أما الكوفيد 19 فالعائل الوسيط إلى الآن يعني عليه دراسات لم يستطيعوا تحديده، يقولون نوع من الريبتايلز أو الأفاعي أو حيوانات أخرى، ولكن لازالت الدراسة يعني قائمة. انتقل إلى الإنسان في سوق المأكولات البحرية بمدينة ووهان في الصين، وأصاب أعداد كبيرة في الصين، وإحنا عرفنا تخطت الإصابات حوالي 80,000 شخص، وكانت الوفيات حوالي 3,000 شخص تقريبا. في الوقت ده الصين قدرت تعزل سلالتين من الفيروس. السلالة الأولى أطلقوا عليها السلالة S، ودي هي أكثر انتشارا ولكن أقل حدة. السلالة الثانية هي اللي كانت شرسة فعلا، السلالة L كانت أقوى في الشراسة بتاعتها وكانت أقل انتشارا، ودي اللي انتشرت في الصين في الأواخر وأحدثت وفيات كثيرة، ولكن السلطات الصينية بحنكة استطاعت أن تحاصر كورونا من السلالتين وتقضي عليهم تماما، ولكن تسرب الإس إلى خارج الصين وعمل مشاكل في تقريبا معظم أو كل دول العالم الآن.
نتحدث الآن على حوالي 750,000 إصابة تقريبا، وما يقارب حوالي 35,000 إلى 40,000 حالة وفاة. طبعا المورتاليت ريت وصل كده في حدود 4 إلى 5%، ولكن أنا أحب أنوه وأقول أن هذه النسبة ليست صحيحة، هي أقل من ذلك بكثير. ليه؟ لأن الفيروس سريع الانتشار فعلا، ولكن بستر يعني بفضل الله وستره سبحانه وتعالى، يعني حوالي 80% من البشر أو أكثر عندما يصاب بهذا الفيروس بعضهم أو كثير منهم لا تظهر عليه الأعراض إطلاقا، يكون حامل للفيروس ولكنه لا تظهر عليه الأعراض إطلاقا. البعض الآخر بتظهر يعني تبدو عليه أو تظهر عليه الأعراض بصفة يعني ضعيفة. فكل هؤلاء نسبة يعني النسبة الكبيرة جدا اللي بيصابوا دول ما بنش عليهم الأعراض لا يلجؤون إلى المشافي، وبالتالي لا يتم تسجيلهم، وهم عايشين في المجتمع وبينشروا الفيروس ولكن لا يتم تسجيلهم. العدد المسجل أقل طبعا من الإصابات بكثير. وأنا من وجهة نظري أن الفيروس يعني الآن أصاب في حدود من 8 إلى 10 مليون شخص، ولكن معظمهم لم تظهر عليه الأعراض، وبالتالي نسبة الوفيات بتكون قليلة جدا، يعني ربما تصل إلى 3 من 10 أو 4 من 10% فقط. أنا طبعا يعني بدي نوع يعني من الأمل شوية للناس، ولكن في نفس الوقت يا إخواني يعني الفيروس مشكلته سريع الانتشار، سريع الانتشار جدا. فتخيل حضرتك لو أصاب مليار من البشر على سطح الأرض أو 2 مليار أيا كان، تخيل هيتبعوا حتى لو قلنا نسبة الوفيات 0.5% أو 1%، تخيل كم من الملايين من البشر هنفقدهم. فالفيروس يعني شرس في انتشاره، ولكن هو يعني يعتبر من الفيروسات الضعيفة التي لا تحدث يعني مشاكل كثيرة.